يو 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 معكم دي فريز واليوم غادي نوريك كيفاش دير بي اف سنير. And they say if we'll only avoid any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. How is it going, guys? Video ديال اليوم غادي يكون مختص بالبي اف سنير. شنو هي البي اف سنير؟ كيفاش نديرو ليها؟ كيفاش تولي كلين؟ البي اف سنير اولا بالفرنسي لا كيس كلير، حتى هي جات من الباتري. هاد الباتري اللي ما كنهضروا عليها، دونك الا بغيتو تشوفوا الفيديوهات ديالها راهما الفوق. دونك تقدر تعتبرهم باللي البي اف سنير والكيك والهاي هات راهم خوت، حيت هاد الثلاثه الساوند اللي عندنا هما اللي كيتسموا البيسكس ديال البيت بوكس. دونك اي بيت بوكسر في العالم باش يبدا البيت بوكس كيبدا بهاد الثلاثه الساوند باش كيقدر يقصر بهم ويقدر يبيرفورمي داكشي اللي كيدور في راسه. المهم هذا ماشي موضوعنا، كيفاش تعلم البي اف سنير؟ في 3 زيتاب. الاولى قول، الثانيه حيد الفوكال ديالك تسمع ضعيف، ثالث ايتاب غادي تبرك عليها. كاين واحد الغلط اللي كيديرو بزاف لي بيبوكسر، كيديرو حتى هي هادي سنير ولكن كتسمع ضعيفة، دونك منين غادي تجي تخسر بيها ما ننصحكش بيها حيت تسمع بحال هكا. ولكن من الأحسن دير كتسمع قاصها وكلين مزيان في الميكرو. كود جو منين حاولتي ديرها راه صافا. كيف ديما غنعطيو داك لونطخينمون ديالنا اللي مازال ما عارفوش، غادي دير معايا لمدة دقيقة. إلا جاتك صعيبة تقدر تنقص من الريتم. جاتك سهلة تقدر تطلع، ولكن ماشي من صلاحتك، من الأحسن بدا بشوية بشوية. منين تسالي دقيقة غادي تزيد لجوج دقائق، ثلاثة دقائق، أربعة، حتى لخمسة دقائق، وبهذا تكون ميتريزيتيها شوية. ومع الوقت غادي تكلينا هي والكيكو الهاي هات. علاش؟ حيت غادي تبدا تقصر بهم، ولا فورس ديال التقصير ديالك وديال لا فورس اللي كتعطيهم غادي يتكلينا. المهم الفيديو ديال اليوم سهلة، الى عجبك تقدر تبارطاجي مع صحابك باش حتى هما يتعلموا. مازال غادي نزيد ساوند وحده اخرين باش تعلموا اكثر والبي بوكس يزيد قدام.